بعد 14 يوما من الأشغال، اختتمت فعالية الطبعة 11 للجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليزاريو والدولة الصحراوية التي احتضنتها ولاية بومرداس، مناسبة لم يفوتها الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي للتحذير من السياسات العدوانية للاحتلال المغربي الذي يسعى إلى تمرير أجندات تخريبية تهدد السلم والأمن بالمنطقة. تأكد اليوم وبالملموس هذا التوجه الخطير ليس فقط من خلال دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجماعات الإرهابية بما في ذلك عبر التدفق المتزايد لمخدرات المملكة المغربية كأكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي في العالم، بل بإبرام التحالفات المشبوهة مع القوى الاستعمارية والتوسعية لتمرير أجنداتها التخريبية التي تضرب في الصميم السلم والأمن والاستقرار في كامل المنطقة. الجامعة الصيفية شكلت على مدار أسبوعين من المحاضرات الأكاديمية منبراً للمرافعة والتضامن مع القضية الصحراوية من خلال تسليط الضوء على مختلف جوانب كفاح الشعب الصحراوي. لقد جسدت الجامعة الصيفية شعارها نصف قرن من الصمود إصرار على فرض الوجود من خلال الوقوف على حصيلة نصف قرن من الكفاح والمقاومة، استطاعت خلاله الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي ذهب رائدة كفاحنا التحرري أن تكون الوعاء الجامع لكل صحراويين مجسدة لأسس الوحدة الوطنية التي تعتبر العروة الوثقى والصخرة الصلبة التي تحطمت عليها كل المؤامرات والدسائس التوسعية. هذا لقاء بين الشعب الصحراوي والشعب الجزائري الذي جمعتنا فيه الجامعة الصيفية من أجل هدف واحد متفقين عليه كلنا، ألا وهو الاستقلال للصحراء الغربية، الحرية للصحراء الغربية، الكرامة، كل الكرامة لكل الصحراويين ولكل الصحراويات. أمنيتنا ويقيننا أنه عند رجوعكم أن تكونوا مطمئنين بهذه الوقفة التضامنية النضالية النوفمبرية الثابتة من الجزائر ومن الشعب الجزائري ومن الدولة الجزائرية تحت القيادة الحاكمة للسيد الرئيس عبد المجيد تبون. الطبعة 11 التي جرت تحت شعار نصف قرن من الصمود إصرار على فرض الوجود عرفت هذه السنة مشاركة 400 إطاراً من مختلف المؤسسات والهيئات للجمهورية العربية الصحراوية وحملت اسم الشهيد الصحراوي عبد الله لحبيب البلال.